دقيقة تقريبا في الشوط الأول من الكلاسيكو، لا زالت النتيجة متعادلة بين ريال مدريد برشلونة هنا في استاد الملك فهد الدولي في الرياض. بنزيما يفتك الكرة خطيرة لمصعد ريال مدريد، تحرك الجانبي فينيسيوس، يصل بنيم فينيسيوس، كرة الله الله جانبي ديمبلي في اللقطة الماضية، ولكن لم ينجح في استغلال الفرصة. داني طويل الكرة للأمام، تحضير بالرأس، حلوة الكرة من برونكي ديونج إلى ديمبلي، واحد على واحد، هذه خطيرة، تمريرة وكرة، لابد من متأهل في هذه الليلة، ولابد من فريق يصل إلى النهائي رفقة من لا نعلم. أتلتيكو أما أتلتيك، لمسة على الجهة اليسرى، محاولة مرور حلوة من مندي، مر مندي بتمريرة لكريم بنزيما، وكرة وفرصة وكرة، ركنية لبرشلونة، تعود الكرة بعد ذلك على جهة اليسار، عرضية براس، فاتي يا توني كروس للأمام باتجاه كاسيميرو، مر كاسيميرو، 4-2 خطيرة لمصعد ريال مدريد، رودريجو على اليمين، رودريجو التمرير لمين، وكرة لمين، وفالفيردي